أول حاجة بنشوف ده الأورجن. عرفنا إن الأورجن إن هو سكين من الإبيديرمس والديرمس. طيب هل السكين ده بقى نورمال ولا لأ؟ عندنا هنا في الإبيديرمس عادي كيراتين، بس بالديرمس هنا بنشوف الكونكتيف تيشو مليء بالحاجات اللي هي دايليتد فيزلز، ماني دايليتد فيزلز. دي الحاجات بالنورمال سكين مش موجودة. هنا هنكبر عشان نشوف الدايليتد فيزلز واضحة. ادينا شايفين الاستراكشرز دي مدوره في الابيديرمس، دي كلها دايليتد فيزلز وتكون مرتبطه ببعضيها وبينها ليتل بس فايبروس تيشو. الدايليتد فيزلز طبعا دي هتكون لاين بسنجل لاير اوف اندوثيليوم. طبعا الفيزلز في ان فيها ار بي سي وفي سنجل نورمال، سنجل نورمال لاير اندوثيليوم. اندوثيليوم في اجزاء من الار من البلد فيزلز فيها ار بي سي وفي ما فيهاش ار بي سي، مليانه ار بي سي. هنكبر اكتر تكبير تاني عشان نشوف الاندوثيليوم، سنجل نورمال لاير اوف اندوثيليوم. ده blood vessel، ده الابيديرمس. ننزل هنا على الديرمس هنشوف مليانة بالكابيلاري، كابيلاري هيمانجيوما. طبعا احنا ما قلناش ان السلايد ده اصلا هو عبارة عن كابيلاري هيمانجيوما. ليه كابيلاري؟ عشان البلاد فيزلز دي صغيرة خالص اولا، ثانيا انه هي الفايبروس تيشو قليلة، والحاجة التانية ان هي في السكين يوجوالي الكابيلاري هيمانجيوما تحصل في السكين بينما الكافرنس في الليفر. يكون تظهر وحدة فقط بالسلايد بالكافرنس هيمانجيوما. هنا نشوف عدد كبير جدا من الكابيلاريز. يلا استوب.